جمال مبارك التبرع بكامل ثروته للشعب المصري. أول رد من عائلة مبارك على التبرع لكامل ثروتهم للشعب المصري. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. جمال مبارك التبرع بكامل ثروته للشعب المصري. اكتسح اسم جمال مبارك النجل الأصغر للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك مواقع التواصل الاجتماعي في مصر أمس، بعدما ألقى بيانا صحفيا عبر موقع يوتيوب تعليقا على انتهاء المعركة القانونية لعائلة مبارك مع المحاكم الأوروبية بخصوص مصادر ثروة العائلة، واصفا بالانتصار. وشكل الظهور الإعلامي الأول لمبارك الابن منذ ثورة يناير 2011 حالة من الجدل حول الشخص الذي ينظر إليه باعتباره الحاكم الفعلي للبلاد في السنوات الأخيرة من عهد والده والمرشح لخلافاته وقتها. جمال مبارك قام قبل يومين بأول زيارة خارجية معلنة نحو 11 عاما، حيث زار دولة الإمارات لعزاء رئيسها الشيخ محمد بن زايد في سلفه الراحل الشيخ خليفة، ليطل مساء الثلاثاء في فيديو يلقي من خلاله بلغة إنجليزية بيانا للعائلة، الذي أعلن من خلاله انتصار العائلة في معركتها القانونية مع المحاكم الأوروبية. وشدد البيان الذي حمل اسم عائلة مبارك على أن المعركة القانونية لعائلة مبارك والتي استمرت عقدا من الزمن انتهت في أعقاب الحكم الأخير الصادر عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، الذي أقر مرة أخرى بأن التدابير التقييدية التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على الأسرة كانت غير قانونية منذ البداية. وبعد قرار مكتب المدعى العام الفيدرالي السويسري بتبرئة علاء وجمال مبارك بشكل كامل بعد انتهاء التحقيق الجنائي الذي دام 11 عاما، وقال مبارك الابن: باسم والد الراحل الرئيس مبارك وباسم أسرتي وللتاريخ أود أن أؤكد على بعض النقاط فيما يتعلق بإجراءاتنا القانونية أمام المحاكم الاتحاد الأوروبي وخارجه، ولهذا أهمية تاريخية خاصة بالنظر إلى الحملة الإعلامية الدولية المتواصلة حول ادعاءات كاذبة بالفساد والتي تم إطلاقها ضد أسرتي منذ ما يقرب من 10 سنوات، ليسهب بعدها في سرد تفاصيل الإجراءات القانونية وصولا لحكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي ببراءة الأسرة. ووجه جمال مبارك حديث لروح والده الراحل: والد العزيز، لم يهملك القدر لتشهد نهاية جميع الإجراءات القضائية التي اتخذت ضدك منذ عام 2011 طول هذه المعركة وحتى في أحلك أوقاتها، وكنت أنت دائما على ثقة رغم كل صعب بأننا سننتصر في النهاية حتى لو بعد رحيلك، ولقد رحلت عنا يا أبي لكننا بالفعل انتصرنا، لقد كانت هذه معركتك الأخيرة خلال تاريخك الحافل بالمعارك والصعاب. وفور إذاعة البيان تحول اسم جمال مبارك إلى هاشتاغ الأكثر تداولا في مصر على موقع تويتر، كما كتب مئات المصريين بما في ذلك بعض المحللين السياسيين منشورات على موقع فيسبوك بين من هاجم مبارك وأسرته بسبب سنوات من الفساد، وبين من رأى في إطلالة مبارك الابن بداية لعودة نشاطه السياسي، في حين احتفل البعض ببراءة أسرة مبارك ودعا لطرح اسم جمال كمرشح رئاسي في المستقبل. ولا يمكن لمبارك الابن الترشح في أي انتخابات داخل مصر سوى رئاسية أو برلمانية بسبب إدانته ووالده وشقيقه الأكبر علاء في قضية الفساد بالقصور الرئاسية والتي حصل فيها الثلاث على أحكام نهائية بالإدانة والسجن لمدة 3 سنوات سنة 2014، ولا يجوز الطعن على هذا الحكم بعدما أيدته محكمة النقد في يناير 2016، ولا يحق لجمال الترشح إلا في حالة حصول على عفو رئاسي مهمور بتوقيع رئيس عبد الفتاح السيسي. أول رد من عائلة مبارك على تبرع لكامل ثروتهم للشعب المصري. أثار فيديو نشره جمال مبارك نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك جدلا واسع النطاق على شبكات التواصل الاجتماعي، بينما تجاهلته أغلب وسائل الإعلام المصرية ولم تأتي على ذكره. ويعتبر هذا الفيديو هو الظهور الإعلامي الأول لجمال مبارك منذ اشتعال ثورة 25 من يناير 2011 التي أطاحت بوالده. وأعلن جمال مبارك عن براءته وبراءة عائلة مبارك من اتهمة الفساد المالي مستندا إلى صدور قرارات أوروبية وسويسرية بإسقاط هذه الاتهامات، ذلك أن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قررت في شهر إبريل نيسان الماضي إلغاء قرارات تجميد أموال مبارك وأسرته التي اتخذها مجلس الاتحاد سابقا والصدر عام 2011. اقتصر مبارك الابن على محاولة لتبرئة نفسه وعائلته من سلسلة الاتهامات الفساد المذكورة، إلا أن ما لفت الأنظار هو توقيت وشكل ومكان بث هذا البيان. لماذا الآن؟ والسؤال الذي تردد كثيرا في التعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي، وتنوعت الردود بدءا من أن جمال مبارك كان بانتظار صدور القرارات القضائية الأوروبية والسويسرية
وحتى من اعتبروا أنه وجد اللحظة المناسبة سياسيا نظرا لاحتدام الأزمة الاقتصادية في مصر وانتظار المصريين لصدور قرارات اقتصادية غاية في القسوة، مما يضعف الموقف السياسي للنظام الحاكم، وهو بذلك يضع نفسه تحت الأضواء فيما إذا كان يريد العودة إلى الساحة السياسية. واستغرق البيان أكثر من 20 دقيقة، ولكن اللافت هو أن جمال مبارك ألقاه باللغة الإنجليزية باستثناء الفقرة الأخيرة التي تحدث خلالها بالعربية، موجه الحديث لوالده الراحل، حتى البعض علق ساخرا وقال بتكلمنا انجليزي ليه؟ انت مش عارف ان تعليم مبارك. كما اثار استغراب البعض اختيار مبارك الابن لابوظبي كمكان لتسجيل البيان وبثه على شبكة الانترنت. اول رد عاجل من جمال مبارك بشأن تركه والده حسني مبارك. أثر البيان الصادر عن أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك بمناسبة الختام الناجح لجميع إجراءاته القضائية كما جاء فيه جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضافت الأسرة في بيانها يوم الثلاثاء 27 من مايو أيار أن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي أقرت بأن التدابير التقييدية التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على الأسرة كانت غير قانونية منذ البداية. أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد جمال زهران يرى أن البيان بهذا الشكل يشير إلى أن جمال مبارك يجهز نفسه لمعركة قادمة. وقال زهران لموقع قناة الحرة الأمريكية أنه من الواضح أنه لا يريدون غلق الصفحة السياسية، وهذا يأتي بتشجيع داخلي وخارجي ليؤكد مدى ترابط الأوضاع الإقليمية والدولية مع الداخل المصري. في المقابل قال الكاتب الصحفي المصري البارز عبد العظيم حماد على صفحته على فيسبوك إنه لا داعي لتحميل الأمور أكثر مما تحتمل. 70 مليار دولار الجارديان توضح ما هو مقدار ثروة حسني مبارك. وحظي البيان باهتمام واسع في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي كونه الظهور الأول لجمال مبارك منذ تنحي به عن السلطة تحت ضغط ثورة يناير كانون الثاني 2011، كما أنه يأتي بعد زيارته وشقيقه الأكبر علاء إلى أبوظبي لتقديم واجب العزاء في رئيس دولة الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وأغلقت النيابة السويسرية الأسبوع الماضي تحقيقا في مصدر أموال تعود للعائلة لعدم وجود دليل كاف على تهمة غسيل الأموال التي وجهت ضد أسرة مبارك وأشخاص محسوبين على نظامه، كما أفرجت عن 400 مليون فرنك سويسري بعد الإفراج عن نحو 200 مليون آخرين قبلها، وهي أرقام يعادل مجموعها نحو 11 مليار جنيه مصري. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. هل ستوزع ثروة مبارك على الشعب المصري؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.